احنا نكون فهمنا هذا، ما شرحناش سورة الضحى كاملة، ولكن الأمور واضحة. فتوصيات، توصيات من التوصيات، فأما اليتيم فلا تقهر، وأما السائل فلا تنهر، وأما بنعمة ربك فحدث. حنا راه عندنا نعم كثيرة خصنا نحدثوا بها، نحدثوا بها نفوسنا. ما تشوفش غير داك الشيء اللي عندك، شوف داك الشيء اللي عندك، شوف كيما شوف اللي تحت منك. كاين مسكين ما كيشوف ما كيسمع ما والو، مسكين عنده شلل رباعي. سيدنا أيوب كان كل شيء بقى عنده غير لسان داخل القرب لله. ديما عندو واحد النصيحة، راه ما تشوف لي اللي كيكون أكبر منك، اللي فيه عنده فيلا وطوموبيلات، راه غاتمرض في نفسك. شوف اللي قلب منك باش ترتاح. الحمد لله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين. اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الله يفتح عليك شيخ نور الدين. من هاجر هي باش الله سبحانه وتعالى قال خذها وديها لهذيك اللي هي وادي غير ديزا، هي مكة. ثم خلاها فولدت اسماعيل، واسماعيل عليه السلام جاءت ذرية محمد صلى الله عليه وسلم. الله يفتح عليك.